تاني حاجة هناك ذنوب بصوا بتحبس وبتمنع الدعاء. واحد مأكله حرام، مشربه حرام، ويلبس من حرام، أنى يستجاب له؟ ويدعو يقول يا رب يا رب. أطب اسمعوا، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يعني أكل حلال، أطب المطعم خليه من حلال. سيدنا مين؟ سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر راح العامل اللي كان عنده قال له شوف لنا طعام، فراح جاب له طعام وكان هو بياكله كده بعد ما كان أول لقمة وبلعها، قال له منين؟ قال له من مال الصدقة. قعد يتحط صبع ويطلع سيدنا أبو بكر يقول له أنت عارف كذا، ما نبت لحم من حرام إلا هو في النار. تخيلوا بقى، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. واحد بيدعي الرسول صلى الله عليه وسلم مأكله حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، يدعو يقول يا رب يا رب، أن يستجاب؟ هيستجاب له ازاي؟ يبقى نطيب حلال، نطيب مش حلالنا ده كل اللي داخل لنا، اكل وشرب وملبس، طيب حالك. دي الذنوب اللي بتمنع الرزق وبتمنع الدعاء. والله بتمنع الدعاء. عندك ذنوب الكبائر، وعندك الذنوب كمان اللي بتمنع الرزق، وايه كمان عشان انا كاتباه لكم كلهم، وهناك ذنوب بتهتك العصم، وهناك ذنوب بتحبط الاعمال، الشرك الاصغر زي ما قلنا عليه، وفي ذنوب الصغائر يقول لك اجتمعت الصغائر على الفرد لاهلكت. طب ايه هي ذنوب الكبائر وايه هي الحاجات دي؟ اجتنبوا السبع الموبقات. ايه هم السبع الموبقات؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هن، بيسالوا ايه هم السبع الموبقات يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ده اللي نتوب منه. أنا عايزة أقول لكم على حاجة تانية. انتوا عارفين نتوب من إيه؟ نتوب من غفلة القلب. الناس اللي بتبقى قلبها غافل عن الله بتقول لك ما أنا بعمل ما بعملش حاجة. ما هو أنت عشان ما بتعملوش حاجة. نتوب إن لساني قاعد ساكن، ما هو الذاكر اهوش على طول ذاكر ربنا سبحانه وتعالى. نتوب من كده. نتوب ان احنا حالنا دلوقتي اهو بقى قاعدين ومستنيين. عندكم افلام ايه نتفرج عليها بقى عشان نسلي الوقت ونقتل الوقت؟ تقتل الوقت ليه يا ابني؟ تقتل الوقت ليه؟ ما تستغل الوقت. ما هو الوقت يا محطوط على اليمين يا محطوط على الشمال، ما تستغل الوقت. تقول لك حاجه كده يعني هو ترفيه. هو في وقت اصلا؟ ده انا لو قعدت احط لكم كده مهام لكل مره، لو ام تعمل 1 2 3 10، لو زوجه 1 2 3، مفيش وقت. احنا عايزين فوق الوقت وقت. والله لا من الكرامات ومن المنافع ومن البركات ان يرزق العبد اشغال وقته في طاعه الله. نشوف ناس فاضيه فعلا، ناس فاضيه، والحظر ده عامل لها قلق وتربنتينه في دماغها، عامل لهم مشكله. ليه؟ لانهم اتعودوا بيعملوا بيقتلوا وقتهم. ما تقتلش وقتك. تقول لك يعني اعمل ايه؟ ادعو. ما تدعو. انتوا ما بتدعوش ليه؟ مش بندعي ليه؟ تعالى ما اقول لكم على خير كثير، خير كتير جدا متساب بسبب الدعاء، عدم الدعاء. الله سبحانه وتعالى بيستجيب للدعاء، اما يستجيب الدعوه في الدنيا. لا ما هو يعني في دعوات ما بتستجابش، انتوا عارفين ده يعني ثوابها ايه يوم القيامه؟ ثوابها ان ربنا يجيب العبد يقول يا عبد دعيت الدعوه دي وانا استجبتها لك، كان عندك كرب وانا استجبت له. يا رب. طب يا عبد دعيت الدعوه الفلانه وانا ما استجبتهاش. ايوه يا رب، كان في دعوه انت ما استجبتها ليش. طب خد بدلها في الاخره ويوريه من القصور ومن الثواب في الجنه. الله. طب كان عندك دعاء مش بس دفع كرب وانا ما استجبتوش. طب شوف ثوابه في الاخره. والله سبحانه وتعالى العبد بيقول على لسان النبي عليه الصلاه والسلام ان العبد لما يشوف كل الخير وكل الادعيه اللي كانت متاجله يقول يا رب يا ريتك ما استجبت ولا واحده في الدنيا، خلاص ما هي راحت. احنا ليه مش بندعي؟ ليه؟ احنا مش بندعي مش عارفه ليه. الشيطان مثلا يعني ملاهي الناس، الناس غافله مثلا عن الامر، ما نعرفش الناس مش بتدعي ليه. لكن خلينا يعني نقول خلونا نتوب من الحاجات الكبائر، صغائر، شرك بالله، غفلة عن الله، عدم ذكر الله، عدم قراءة القرآن. ما بدعيش. توب انك ما بتدعيش، خلاص بقيت الدنيا سهلة وانت ومع الدنيا الله عز وجل يقول لك خلاص روح اذهب فيها بقى، شوف انت هتعمل فيها ايه من غير. الله يغضب على من لم يدعو، بيزعل، بيغضب ربنا سبحانه يعني لم تثبت صفة الزعل، ولكن الله يغضب على العبد اللي ما بيدعيش ربنا، ما بيدعوش. يبقى انت مش محتاجه؟ والله محتاجينك يا رب، والله احنا محتاجينك يا رب. يعني دي كانت الحته الصغيره اللي كان نفسي اقولها لكم. يلا نتوب،
يلا نتوب ونتوب ونرجع ونرجع بقلوبنا وما نقتلش الوقت. ما اوعى تقتل وقتك، استثمر وقتك، حطه في ميزان الحسنات.